السؤال هو كرلين كرلين كرلين. هو عنده جرد ده ما ريحة كرتون مبلل. ملعقة كذا ملعقة دواء دواء. بسم الله. طعم ذرة، في طعم كرة مثلثات. هذا حلو، طعمه جميل، طعمه لذيذ. أنا بخليه هنا ونشوف في أحسن منه ولا لا. اللي بعده كلالالين ملعقة هذا أحسن. اللي بعده كلالالين ريحة جبنة منتهية الصلاحية. هذا حلو بس هذا أحسن. اللي بعده كلالالين ريحة ذرة خفيف مع حليب، ريحة حليب مع ذرة. واو سهل في الفم، المضغ بسرعة، احساسه حلو في الفم. خلينا نجرب هذا مرة ثانية. هذا خفيف واحساسه حلو في الفم ولين وناعم، لكن هذا نكهته اقوى من هذا. هذا احسن. اللي بعده خلينا نفضي من الماء بعد ما قللنا كمية الماء. خلينا نذوق. حبوبه اصغر لونها أجمل. خلينا نشوف كيف طعمه. طعمه زي مضاد الحيوي اللي كنت أخذه في رابع ابتدائي. نعم سيء سيء مرة سيء. هذا أحسن. اللي بعده كل ريحة تونة لكن يا أخي والله طلع عزيز من جدي عاني. تونة بمايونيز. طعم تونة، طعم تونة. ما ادري هم لخبطوا بدل ما يعبوا تونة. ما ادري لخبطوا في المصنع وحطوا تونة بدل الذرة ولا ايش. هذا احسن. اللي بعده كلالالين. ريحة سوبر ماركت. ريحة مستودع مول جودي. حدائق كاليفورنيا حلو، نكهته قوية لكنه قاسي شوية. جودي لين سهل في الفم، مذاقه رائع، تقدر تاكل منه كثير ما تطفش منه.